هنا مشاهدينا ينضم إلينا من واشنطن الدكتور وليد فارس الخبير في شؤون السياسة الخارجية الأمريكية ومستشار العلاقات الخارجية السابق للرئيس ترامب. مرحبا بك معنا على شاشة الحدث. يعني بداية هذان الحادثتان، هل سيدعمان ويدفعان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تغيير السياسة تجاه حكومة الوفاق برأيك؟ هذا السؤال كبير وكبير جدا، ليس لنا جواب عليه لأنه يحدث الآن، ولكن يعني كانت هنالك انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان في ليبيا منذ بداية الحرب المواجهة في 2011، ولكن ما يجري الآن هو انتهاك بشكل كبير واسع على مرأى من أعين العالم. حتى الأمم المتحدة تعتقد أنه من الضروري إرسال وفد للتحقق من الحقائق، وهنالك بالطبع الموقف الأوروبي. هل هذا لوحده كاف لكي يضغط على واشنطن لتغير سياستها؟ يجب أن نفهم ما هي سياستها حتى الآن. هي سياستان، من ناحية هي تريد أي إدارة الرئيس ترامب الخارجية وممسكي بالملف الليبي يريدون حوارا سياسيا، وهذا كلام يعني شكل الكل يقبل به بين الطرفي الصراع. ولكن الرئيس ترامب منذ سنة تقريبا اتصل بالمارشال حفتر الجنرال حفتر وقال أنه يؤيد عمله أي عمل الجيش الوطني الليبي ضد الإرهاب. إذن هنالك موقفين، إلى أي اتجاه سوف تذهب واشنطن؟ إلى العمل الدبلوماسي بين الفريقين أو إلى دعم الجيش ضد الإرهاب؟ هذا أمر سنراه في الأشهر المقبلة. طيب، فيما يتعلق بدعوة الأمم المتحدة وأيضا دق ناقوس الخطر، برأيك أيضا ما الذي ستقوم به الأمم المتحدة تحديدا بعد هذا التصريح الجديد لها حول هذه الانتهاكات؟ المشكل حقيقة ليس لن يكون في الأمم المتحدة أساسا. الأمم المتحدة ترد على ما يجري على الأرض. ما يجري على الأرض وربما قد يكون مرتبطا بما جرى في ترهونة وتلك المناطق التي خرجت منها يعني انتقادات انتهاك حقوق الإنسان، هي الميليشيات التي أتت بها تركيا من شمال سوريا إلى شرق إلى غرب ليبيا. هذه الميليشيات معروفة أنها كانت ترتكب نفس الأمر في شمال سوريا، وهذا موثق بالنسبة للأمم المتحدة. الآن انتشارها في غرب طرابلس، يعني قبل ذلك لم تكن هنالك انتهاكات بهذا الكبر بهذا الحجم. الآن حصل هذا الأمر، إذن الموضوع سيذهب الآن إلى تحديد علامة استفهام حول هذه الميليشيات. هل تبقى في غرب ليبيا؟ هل تبقى في ساحة الصراع ويكون هنالك أمور مماثلة؟ أم يجري عمل حل دولي لإعادتها من حيث أدت؟ هذا سوف يكون السؤال الحقيقي. طيب، فيما يتعلق بالتحقيقات المتوقعة يعني لهذه الحوادث التي ترتكب في ترهونة والتي تشار أصابع الاتهام فيها إلى ميليشيات حكومة الوفاق، هل ستدعم برأيك الولايات المتحدة في مجلس الأمن أو ستسرع من عجلة تشكيل لجنة للتحقيق في كل هذه الانتهاكات؟ فيما يتعلق بأي انتهاكات بشكل عام، كل الإدارات في الولايات المتحدة الأمريكية ديمقراطية أو جمهورية تعمل مع وتريد أن تكون هنالك تحقيقات، ولكن يبقى القرار السياسي. إذا سرعت الولايات المتحدة الأمريكية بتأليف هذه اللجان وذهابها على الأرض وفرضها على الأرض، هذا يعني أمران. الأمر الأول أنها تقلل من شرعية وحجم وأهمية حكومة طرابلس، إذ هي التي تسلح هذه الميليشيات وتحميها سياسيا، وثانيا تصطدم بالموقف التركي. إذن فعلا العقدة الأكبر سوف تكون ماذا تريد أن تفعل واشنطن حيال تركيا، لأنه حسب هكذا موقف نعرف ماذا سوف يجري في ترهونة أو غيرها. الأمم المتحدة هي رد إداري على قرار الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، فيما يتعلق بما أنك ذكرت تركيا، وتركيا الجميع يعرف أنها تدعم بشكل مباشر حكومة الوفاق، في هذا السياق تحديدا لماذا لا تضغط حكومة الرئيس ترامب على تركيا على الأقل لتخفيف دعمها يعني لحكومة الوفاق وتهدية التصعيد الموجود حاليا في ليبيا للوصول إلى تسوية سياسية قريبة؟ هذا السؤال سأله العديدين في فرنسا والعالم العربي والتحالف العربي وحتى في شرق ليبيا، أنه لماذا إدارة الرئيس ترامب لا يعني تتصرف بحزم أكبر مع التحرك التركي؟ يصعب الجواب عليه إلا من زاوية واحدة، ربما لأن اللوبي القطري
المرتبط طبعا مع تركيا والإخوان هو قوي جدا في أروقة الحكم، في أروقة الكونغرس والإدارة في واشنطن، وبالتالي يصور وكأنه الروس أصبحوا مسيطرين على شرق ليبيا، وبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون لها ميزان ضد الروس، مع أن الانتشار الروسي هو شركة، هو شركة يعني شبيهة بشركة بلاك وورر التي كانت موجودة قبل ذلك في العراق، ليس وجود قواعد كما هو موجود في سوريا، في سوريا هنالك وجود روسي كبير، ولكن ليس بعد في شرق ليبيا، وبالتالي يجب حل هذا الموضوع وعدم موازاته عمليا مع وجود 10,000 تكفيري أو متطرف موجودين في غرب ليبيا. نعم، نشكرك شكرا جزيلا من واشنطن الدكتور وليد فارس، الخبير في شؤون السياسة الخارجية الأمريكية ومستشار العلاقات الخارجية السابق للرئيس ترامب. تحياتي لك. أهلا.